بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله تعالى: أمن يكون عليهم وكيلا. سبق الكلام عن الآية الأولى، ولكن ذكر العلماء في سبب نزولها أن رجلا من المنافقين يقال له ابن الأبيرق سرق، وكان حكم السارق في الإسلام أن تقطع يده، فخاف من تطبيق الحكم عليه وتشاور مع قومه، فرأوا من عمى بصائرهم أن يأخذوا السرقة وأن يضعوها في بيت بريء، قيل إنه من اليهود، وضعوا السرقة في بيته وهو لا يشعر. فلما جاء البحث عن السارق وطلب الرجل، قال: أنا لم أسرق، السرقة عند من وجدت عنده. فذهبوا وفتشوا ووجدوها عند صاحب هذا البيت، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فسدده الله وأنزل عليه هذه الآية: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذا فيه العدل في الإسلام، وأنه يعدل حتى مع الأعداء. الله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فالله جل وعلا قال: يستخفون من الناس، في أنهم لما حصلت الجريمة خافوا من الفضيحة واجتمعوا سرا فيما بينهم، فنظموا هذه الخطة القبيحة وأرادوا اتهام البريء. الله جل وعلا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بمكيدتهم وفضحهم، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولهذا قال: يستخفون من الناس، يجتمعون في مكان خفي ويخططون، ولكن الله جل وعلا رقيب عليهم، ولا يستخفون من الله، لأن الله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو مع عباده. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذا فيه وجوب أن الإنسان يصلح سريرته ويصلح علانيته، فلا تكون يتظاهر بالصلاح وسريرته باطلة، فإن الله عليم بأحواله حتى ولو حاول إخفاءها وتواطأ مع أحبابه أو قومه أو أصدقائه على إخفاء الجريمة،
فإن الله يكشفها، يكشفها خصوصا إذا كان الحاكم ينفذ الحدود الشرعية، فإن الله يكشف أصحاب الجرائم مهما حاولوا سترها، ويبرئ سبحانه وتعالى ساحة الأبرياء. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذه المعية، المعية العامة للخلق، فإن معية الله لخلقه على قسمين: معية عامة بمعنى الإحاطة، فهو محيط بهم لا يخفون عليه سبحانه وتعالى، مع المؤمن والكافر والبر والفاجر، الله معهم بمعنى أنه مطلع على أعمالهم، وأنه لا يخفى عليه شيء من تصرفاتهم. وليس المراد بالمعية هنا معية الاختلاط في الخلق، فإن الله منزه عن ذلك، وإنما هي معية إحاطة، يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. قوله وكان الله بما يعملون محيطا هذا مفسر قوله وهو معهم، أي معية إحاطة وعلم واطلاع وإحصاء عليهم، أحصاه الله ونسوه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الآية، فهي إحاطة علم فهي معية علم وإحاطة واطلاع وإحصاء على عباده. أما النوع الثاني فهو معية، المعية الخاصة بعباده المؤمنين، وهي معية نصر وإعانة وتسديد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهي معية عناية ورعاية وإعانة وتوفيق. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.